رفع يعقوب عينيه ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 راجل. بعد ما ربنا صرعه وبقى بيعرج، يا رب مش كنت سبتني بصحتي عشان أعرف أحارب؟ بقى أنت تخليني طول الليل سهران معاك، وأبقى دلوقتي منعنس مش ما فيهاش قوة من السهر، وكمان رجلي مكسورة وعمال أعرج. وآدي عيسو أقبل ومعاه 400 راجل. هوذا الساعة قد اقتربت. فقسم الأولاد على ليئة ورحيل والجريتين، وعمل ايه؟ حط الجريتين وأولادهم في الأول، قال لك دول في وش المدفع، لو راحوا مع السلامة. وبعديهم ليئة وأولادها وراهم، وفي الآخر حط مين؟ رحيل ويوسف الحبايب. طبعا دي الولاد واخدين بالهم، ويبتدوا من هنا بقى الغيرة ضد مين؟ يوسف. سببت مشاكل بعد كده. انتوا في البيت لو فرقتوا في المعاملة بين الولاد بتسبب لهم مشاكل بعد كده. عملوهم بالتساوي لو سمحتوا. حط الجريتين وولادهم، طب دول ولادك برضو. وبعدين ليئة وولادها، وهين في الآخر رحيل ويوسف. يقول لو عيسو هجم على الأولانيين وموتهم، الباقيين يهربوا، ويبقى أعظم فرصة للنجاة مع مين؟ رحيل ويوسف الحبايب. طب وانت يا يعقوب تفتكر هيبقى فين؟ طلع قدامهم كلهم، أما هو فاجتاز قدامه. ده بقى رمز للمسيح اللي هو اقتحم مملكة الشيطان بنفسه. يقول دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد. رمز للراجل اللي يحمي بيته واللي يتقدم المسيرة ويقود وراه شعبه وبيته. فاجتاز قدامه، وبقى هو أول واحد في وش المدفع. لو جاله رأبيم يقول له يا بابا كده تخلي يوسف ورا وانا في وش المدفع، يقول له ما انا قابلك يا ابني، انا قابلك، انت ابن البكر، زعلش، هو لسه عيل صغير مش هيستحمل، لكن انت الكبير. كان هيبقى الكلام ده ملوش معنى لو ان يعقوب واقف لي ورا وخايف ويقول لي عياله خليكوا شجعان اطلعوا انت. فهو عمل المبادرة والمواجهة. ودي تعلمني ان انا في حياتي الروحية بدل ما ادي تعليمات للناس ولولادي في مدارس احد او ولادي في البيت، انا انفذ على نفسي الاول، وهم يشوفوا فيا النموذج. بكل تأكيد الولاد لما شافوا ابوهم طالع قدامهم اتشجعوا، لكن لو رماهم كده وهو قاعد ورا كانوا هيخافوا، ولما يستقبلهم عيسو شايفهم خايفين يطمع فيهم، لكن هو أبوهم مشي قدامهم عشان يحميهم. هو ربنا بيمشي قدامنا ولا ورانا؟ يقول لك جعلت الرب إيه؟ أمامي في كل حين. كمل لأنه عن يميني. طب هو يميني ولا قدامي؟ قدامي ويميني وشمالي ووراي، حوط حوالي. خدين بالكم دي؟ بس جعلت الرب أمامي معناها أنا حاطط ربنا قدام عيني عشان أخافه، وعن يميني لأنه بيسندني. اليمين رمز للقوة والشغل. مش بس مشي قدامهم، ده سجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه. شايف عيسو جاي من بعيد، قاعد يعمل مطانيات. كم مطانية؟ إيه الاتضاع ده؟ يقول المطنيات دي هتدوب قلبه، وده اللي حصل. طبعا هنا يعقوب بيسجد لعيسو، قبل كده شفنا ابراهيم بيسجد للناس اللي ادوله قطعة الارض يعملها قبر لسارة. فالسجود دوت سجود الاحترام غير سجود العبادة. فركض عيسو للقائه
وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. يا أجمل لحظة بقى اللي فيها دابت المشاكل والخلافات والأسية والزمان 20 سنة قطيعة. بس شوف بقى الحكمة اللي تصرف بها يعقوب، دوبت جبال التلج. كونه يبعت رسل في الأول وبعدين يبعت هدايا وبعدين يجي يسجد له 7 سجدات خلت قلب عيسو يدوب. فجري، ركض عيسو جري على أخوه، ساب 400 راجل. أنا متخيل بقى 400 راجل دول ماسكين سلاحه وجايين يهجموا. قال لهم لا استنوا، ده أخويا، طب ما أنت جايبنا من البيت هناك عشان نحارب. يقول لا، لما شفته قلبي أكلني، ده أخويا، الدم عمره ما يبقى مي. ركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد جايين بقى جيوش وراه، وقال ما هؤلاء منك؟ احنا يعني ساعة ما سبتنا كنت ماشي بعصايا، ايه اللي معاك ده كله؟ فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. دول ولادي اللي ربنا ادهمني. طبعا هنا الإجابة فيها تقوى وفيها اتضاع. ما قالوش ولادي، قال له الولاد اللي ربنا أنعم بيهم عليا، وما قالوش عليا، قال له إيه؟ على عبدك. فاقتربت الجريتان هما وأولادهما وسجدتا، ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا، وبعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجدا. فقال له ماذا منك كل هذا الجيش الذي صدفته، اللي هي الهدايا اللي انت بعتها؟ فقال له لأجد نعمة في عيني سيدي، أنا بعتهم عشان بس تقبلني. يا على الاتضاع، حلو يدوب المشاكل. قال له بس عشان أجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو لي كثير يا أخي، أنا عندي كتير، ليكن لك الذي لك، أنا مش عايز حاجة منك. فقال يعقوب لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي مني، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. أنت رضيت علي، حسيت أن أنت وشك زي وش ربنا بالظبط. شوف الكلام الطيب حلو إزاي، رأيت وجهك كما يرى وجه الله. أقول له يا أبونا يعقوب، أنت اللي متعود ترى وجه الله، بينما عيسو لم يرى وجه الله قبل. فقال له أنا شفت وشك زي ما شفت وش ربنا، رضاك عليا كأن ربنا هو اللي رضي، قبولك ليا كأن ربنا هو اللي قبلني. أنا دلوقتي في أعظم لحظة في حياتي، إنك أنت رضيت علي. خذ بركتي التي أتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء، وألح عليه فأخذه. هنا الإنسان الذي يحب أن يعطي، فرحته إن أخوه أخذ من إيده. الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ثم قال لنرحل ونذهب، واذهب أنا أذهب أنا قدامك. عيسو بيقول ليعقوب يلا طب نمشي ونروح مع بعض بقى ونسكن مع بعض. طبعا يعقوب راجع عشان يسكن في أرض الموعد، مش في سعير اللي هي أرض أدوم. بس ما رضاش يقول له كده عشان ما يزعلوش، احنا ما صدقنا اتصلحنا. فهيقول له لا يا اخويا انا هسكن هنا وانت هناك، يبقى في عداوة. فقال له بص سيدي، عالم ان الاولاد رخصة. كلمة رخصة يعني ايه؟ ضعيفة، الاولاد بتوعي ضعاف، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فان استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. يعني لو قعدنا نجري ونمشي بسرعة كل ده هيموت. فانت اعمل ايه بقى؟ ليجتاز سيدي قدام عبدك، انت تفضل حضرتك وانا استاق
على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي. هم يمشوا على مهلهم وأنا أمشي وراهم وفي إثر الأولاد حتى أجي إلى سيدي إلى سعير لغاية ما أجيلك. فقال عيسو: طب أسيب عندك حبة من الرجالة بتوعي يخدموك؟ قال له: ليه؟ دعني أجد نعمة في عيني سيدي. اتفضل أنت، طبعا عايز يخلص منه، اتفضل أنت وأنا مش عايز حاجة منك، خد بس هديتي وأنا مش عايز منك غير أنك أنت تسيبني في أمان. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير. أما يعقوب فارتحل إلى سكوت، كلمة سكوت يعني مظلات، وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، لذلك دعا اسم المكان سكوت عشان مظلات العمل. ثم أتى يعقوب سليما إلى مدينة شكيم. طبعا شكيم ده بقى ليها قصة في الصح الجاي، ناخدها المرة الجاية إن كان لنا عمر، التي في أرض كنعان. ونزل أمام المدينة واشترى حتة حقل نصب فيها خيمته، اشتراها من بني حمور أبي شكيم بمئة قسيطة. قسيطة دي زي يعني عملة كانت مستخدمة. وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. أول ما سكن عمل خيمة وعمل إيه؟ زي مين؟ إبراهيم أبوه وجده. دعاه إيل إله إسرائيل. هكذا كان الآباء مرتبطين بالخيمة اللي هي رمز للغربة ورمز للتجسد، والمذبح الذي هو إشارة إلى دم المسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.